الفيديو الصغير اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده ممكن يكون البوست اللي قبله أو اللي بعده بيتكلم عن نفس عنوان حلقتنا النهاردة أو حتى عن موضوع قريب منه، لكن ممكن كمان يكون محتواه مختلف جدا جدا. كل المسيحيين بيؤمنوا بأن الكتاب المقدس موحى به من الله، عشان كده مش كفاية أنك تسمع من حد يقولك أيوة طبعا أنا مصدق أن الكتاب المقدس هو وحي من الله، لكن مهم جدا أنك تعرف يقصد إيه بكلمة وحي. في دوائرنا المسيحية أو حتى غير المسيحية في تيارات كتير بتحاول تشرح كلمة وحي، ويمكن لو أنت عايش في الوطن العربي هتسمع كتير جدا عن ناس بتشرح الوحي على أنه إملائي أو تنزيل. إملائي معناه أن الله أعطى كتابه بشكل يخلي فيه النبي أو الرسول اللي بيكتب ملهوش أي دور، خبرته، شخصيته، مفرداته، كلامه، تعليمه، كل ده ملغي، هو مجرد متلقي لشيء وبيوصله للناس. هو وحي نازل من السماء زي ما هو كده ووصل لينا. هل الوحي في المسيحية وحي إملائي؟ واحدة من أكبر مشاكل رفضنا لبعض الحقائق الكتابية هي أننا بنرفضها مش عشان الكتاب المقدس قال عليها لأ، لكن عشان في كتب تانية قالت عليها. اسأل أي شخص هل المسيحية فيها الله تعالى هيرد عليك ويقولك لأ طبعا الله في المسيحية تنازل، وينسى أن الكتاب بيتكلم عن الإله المتضع صحيح، لكن كمان بيتكلم عن الإله المتعالي. هل في قضاء في المسيحية؟ يقولك لا مفيش قضاء وقدر في المسيحية، وينسى كم النصوص اللي بتتكلم عن الله المتحكم واللي بيقدر يعمل كل شيء حسب مسارة مشيئته. رجوعا لموضوعنا، الوحي في المسيحية صحيح مش إملائي ولا تنزيل، لكن في أجزاء منه فعلا كانت كده، الوصايا العشرة، كمان في دانيال 5 الكتابة اللي اتكتبت على الحيطة، منا تقيل وفرسين، في كنائس سفر الرؤية اكتب إلى ملاك الكنيسة الفلانية والفلانية. برغم من كده ما نقدرش نقول إن الوحي في المسيحية هو وحي إملائي في تغييب لكل خبرات النبي، ويمكن يكون كرد فعل لرفض الوحي الإملائي ظهرت نظرية تانية تنادي بأن الوحي هو وحي جزئي، يعني أجزاء من الكتاب المقدس ليها سلطان علينا أكتر من أجزاء تانية. أجزاء هي كلمة الله وأجزاء تانية لأ. ربما تسمع من الناس اللي بتنادي بكده عبارة زي الكتاب المقدس موجود فيه كلمة ربنا، وبيطرحوا أسئلة زي يعني هل كلام الشيطان في الكتاب المقدس هو وحي؟ هل مزامير اللعنات اللي موجودة في الكتاب المقدس هي كلام ربنا؟ في حين أن الوحي الإملائي خلى مسؤولية الله بنسبة 100% والإنسان صفر، الوحي الجزئي قسمها، ما نقدرش نقول بنسبة كام في المية، عشان أصلاً ما فيش اتفاق إيه هي النصوص اللي بينسبوها لربنا والنصوص اللي بينسبوها للإنسان. تفتكروا لو صدقنا الكلام ده، إيه المعيار اللي هنحدد بيه كلمة الله من غيره؟ يعني مين هيحدد فين كلام الله وفين كلام الإنسان؟ أنا؟ ولا أنت؟ ولا أنت؟ ولا مين؟ هل نقدر نتفق كلنا على كتاب واحد هيكون الكتاب المقدس؟ ولا كتابي هيكون مختلف عن كتابك؟ تيموثاوس الثانية 3:16 يقول الروح القدس الكلمات دي، كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب مش أجزاء منه. كمان بولس مثلا هو بيتكلم عن الزواج في كورنثوس الأولى 7 اقتبس كلام من كلام المسيح وهو على الأرض، ولما جاء في موقف تاني ما كانش فيه كلام من كلمات المسيح قال فأقول لهم أنا لا الرب، يعني لو ما فيش قول من كلمات المسيح أنا هقول كلامي في الوحي وهو بنفس درجة ثقة وصدق كلام المسيح. بولس أصلاً في كلوسي 3 سمى الكتاب المقدس هو كلمة المسيح، وفي بطرس الثانية 3 بطرس يقول عن كتابات بولس إنها كباقي الكتب، وهو بيساوي ما بينها وبين كتب العهد القديم. لكن مش بس الوحي الإملائي والجزئي، لكن ربما أكبر جرس إنذار عايزين نضربه النهاردة هو موجود في نظرية بتردد اللي بيتسمى وحي الفكرة أو وحي المعنى. هنا نقدر نلاقي تقسيمة مئوية، لأن النظرية دي بتقول إن عملية الوحي متقسمة جزئين، الفكرة على ربنا والكتابة على الإنسان. الله مسؤول عن الفكرة والإنسان مسؤول عن الكتابة. هل الله أوحى لبولس بفكرة المحبة وبولس مع نفسه كتب كورنثوس الأولى 13؟ إيه خطورة الأفكار والنظريات دي وغيرها؟ الأفكار دي بتقدم للكنيسة كتاب مقدس مش مقدس، كتاب مهلهل، كتاب متمزع، ما تقدرش تقراه وانت متأكد فين كلمة ربنا وفين التدخلات البشرية. الأفكار دي
هي اللي أدت لشكوك حوالين صحة وعصمة الكتاب المقدس. ما هو مدام الكتاب مش كله محفوظ يبقى طبيعي نتساهل مع فكرة إن في أخطاء ونقول إن في أماكن في كلمة الله أقدس من أماكن تانية. طيب أمال نقدر نقول إيه على الوحي؟ كلمة الله بتعلمنا إن كل الكتاب بالفعل هو من الله لينا. الله أشرف وحفظ وصان كل معنى وفكرة، لكن كمان الله أشرف وحفظ وصان كل لفظ وكلمة الرسل كتبوها في النصوص الأصلية، وده اللي بيتسمى الوحي اللفظي. نظرية الوحي اللفظي اللي بتعلمها لنا كلمة ربنا بتأكد إنه كل الكتاب هو كلمة المسيح، هو موحى به بالكامل زي ما تيموثاوس الثانية 3:16 بتقول لينا، وإنه مفيش ولا نبوة جات بمشيئة إنسان زي ما بطرس بيقول في بطرس الثانية 1:21، وفي نفس الوقت بتأكد على دور الإنسان بالكامل، ما كانش النبي مغيب ولا النبي مش في وعيه وهو بيكتب، فبطرس يقول تكلم أناس الله القديسون، لكن كانوا مالهم؟ كانوا مسوقين من الروح القدس. هل في شواهد تانية بتأيد الفكرة دي؟ هقول معاكم شاهد. الشاهد ده موجود في غلاطية 3:16، بولس بيقول وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. بولس وهو بيتكلم عن عهد الله مع إبراهيم بيبني حجته الأساسية على وعد الله بالمسيح لإبراهيم، وبيبني الحجة دي على إيه؟ على حروف. بيبني الحجة دي على إنه مش مكتوب أنسال لكن مكتوب نسل. تخيلوا لو بولس ما كانش متأكد إن الوحي متعلق مش بس بالمعنى لكن كمان بالألفاظ، هل كان يقدر يقول كده؟ ده جرس إنذارنا النهاردة، جرس إنذارنا النهاردة عن أهم شيء متعلق بكلمة الله. كلمة الله موحى بها، كلمة الله موحى بها لفظا ومعنى بالكامل.